محمد الإبراهيم مراسل شبكة شام الإخبارية في إدلب وريفها. مساء الخير أخ محمد، والكلمة لك لتجمل لنا أخبار إدلب اللي أيضا تشهد الكثير من التطورات الأمنية. نعم، يعني في ظل المعركة التي أعلنها نصر الجيش الحر وهي معركة قطع الوريد عن معسكر القرميد، تم إلغاء هذه المحاولة لمحاولة الاقتحام حاليا بسبب كثرة الجرحى مع بقاء الحصار والقصف على المعسكر، ريثما يتم استرجاع القوى من جديد. بدأت معركة رمضان مبارك على حاجز تل الحمكية في سهل الروج ودك الحواجز بالصواريخ والهاو محاولة لاقتحامها، حيث يخوض عناصر الجيش الحر معارك شرسة مع قوات الأسد هناك. في معركة تحرير جسر الشغور تم إطلاق 3 صواريخ محلية الصنع على المدرسة الزراعية، وتعتبر المدرسة هي التجمع الأساسي للأمن والشبيحة. تم تحقيق الإصابات المباشرة والمؤكدة داخل هذه المدرسة التي تتحصن بها عناصر الأمن والشبيحة. يقوم الثوار أيضا في جنوب ريف إدلب باستهداف حاجز شنيرة بمعسكر الحامدية جنوب مدينة معرض النعمان بصواريخ محلية الصنع أيضا، ويتم تحقيق أهداف مباشرة داخل هذا الحاجز. دائما تكون هناك أيضا محاولات للتسلل لقوات الأسد إلى القرى المحررة. قام الثوار المرابطون في الجبهة الجنوبية بقتل 7 عناصر من جنود قوات الأسد كانوا يحاولون التسلل لبلدة التح، وتم من خلال القنص عسكريين أيضا في حاجز كفر باسين. أما على الصعيد الآخر، قصفت سراقب بالقنابل العنقودية أيضا من مدافع الفوزديكي على المدنيين، والحصيلة الأولية 2 شهيدين و2 جريحين. بالتزامن مع ذلك، قامت مجموعة من المسلحين الملثمين باقتحام المكتب الإعلامي في مدينة سراقب، واختطفوا صحفي بولندي الجنسية، ويعتدون أيضا بالضرب على الناشط الإعلامي منها الباريش، إضافة إلى قيامهم بسرقة محتويات المكتب من الأموال وأجهزة الكمبيوتر وغيرها. كذلك قامت مروحية برمي برميل متفجر على المنطقة الواقعة بين قرية كان صفرة وبلدة البارة، ولم تقع هناك أي إصابات في صفوف المدنيين. لليوم الثاني على التوالي تقوم أيضا عصابات الأسد المتمركزة في حاجز جورين ومعسكر الحامدية بقصف ريف إدلب الجنوبي لبلدتي حزارين والدار الكبيرة، وتم تسجيل سقوط 8 قذائف حتى اللحظة وإصابة واحدة، هناك بنت صغيرة أيضا من العمر تم إصابتها إصابة خطيرة. قام الجيش الأسدي أيضا اليوم بنصب كمين غادر لمجموعة من عناصر الجيش الحر على طريق مورك، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى واستشهاد 3 من قبل عناصر الجيش الحر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا محمد الإبراهيم مراسل شبكة شام الإخبارية في إدلب وريفها، كنت معنا عبر سكايب من هناك.